اكتر حاجه بنعاني منها هي انه ازاي تحافظي على الفيسبوك بتاعك. ازاي انت مثلا انسرق بيبعتوا لك انفيتيشن على الفيسبوك بيقولوا لك انه بصورك انت. تخيل انا مثلا بتجيني انفيتيشن من عند واحده وحاطه كل صوري، بتسبب مشكله الراجل او البنت. ازاي الفيسبوك بتاعك، ازاي بتضيعي الباسورد، ازاي ده كله تقدري ترجعيه؟ وهنساعدك فيه النهارده. ولازم الست تركز في الموضوع بالذات انه بتحصل فيه حاجات وكوارث ومشاكل جدا، فده كله اكيد هنعرفه مع المهندس وليد عبد المقصود الباحث التقني. صح، التقني تقيله شويه. التقني. أيوه. نورنا النهارده. بنوركم. اكيد احنا النهارده هنشوف حاجات. خلينا ارحب بيكم بقى على طريقه الخاصه. اتفضل. الدوري المصري من غير جمهور، فانا قلت على السوشيال ميديا عشان احنا بتوع السوشيال ميديا بقى. طبعا. السوريه والتونسيه والمصريه في ملعب واحد، اكيد التذاكر هتكون مجانا. فقلت لهم ازاي تعملي هاك على نفسك في النص الحلو على دريم. حلو. ده انا قلت ارحب بيكم بقى بطريقه الخاصه. ترحيب مميز يا استاذ ايمان. طيب يا استاذ وليد، ممكن نبلش بس نحكي شوي عن انواع المخترقين وشو انواع الاختراق قبل ما نفوت بكيف نهاك وكيف نعمل وكيف. عايز تعرفي انواع؟ هم اصلا ناس غير اخلاقيين. الناس اللي عندهم مهاره في التكنولوجيا وامن المعلومات، مرضى نفسيين، فيها شق نفسي شويه. والشخص ده اذا كان موهوب في لغه البرمجه واستخدام التولز اللي هي الادوات، وبيفهم في السوشيال انجينيرنج الهندسه الاجتماعيه، ويفهم عنك بعض التفاصيل، هينتهك خصوصيتك. بس في هاكرز بيبقوا بيشاركوا بمسابقات بيكتشفوا عيوب انظمه. ده اسمه هاكر اخلاقي. دي حاجه ثانيه بترجع للسي في بتاعهم المحترم. الصفحه البيضاء اللي ما فيهاش نقطه سوداء، اللي هو اصلا ليهم تاريخ ما عملوش حاجه قبل كده. احنا بنشوف حاجات، انا بصراحه يعني بشوف حاجات بستغرب فيها جدا. هي اكيد حصلت عليا انا وحصلت على ناس كتير. وبشوفها يعني اخر مره مثلا في حد بعت له انفيتيشن على الفيسبوك، صوره وبيكلمه وبيحكي معاه، فالتاني بيقول له يعني انت ازاي جاتك الجرأة يعني، ولا يعني انت يعني انت باخد صوري ماشي وكمان بتكلمني وعايز تتعرف عليا، ويعني وهو بيكون طب انت ايه، انت ست ولا راجل ولا انت ايه؟ ففي رجاله كتير بتاخد صور شباب عشان تقدر تدخل على بنات تانيين، اوكي، ويتواصلوا معاهم بطريقه سيئه جدا وكلام يعني. صحيح. وعارف حاجه تانية دي انا كمان لاحظتها، مرات بنت تتعلق بالراجل ده وهو مش هو، هو مش نفس الراجل، واحد منتحي شخصيته تاني. فبعد ما هي يعني انه تلاقي نفسها انه هي حبته، مش عارف طب احنا امتى نشوف بعض، مش عارف ايه، فهو يمكن ضميره هنا يصحى شويه. يمكن دي علاقات الكترونيه، بس ده ما ينفعش برضه يا ليلى في المجتمع بتاعنا ان احنا نعمل النوع ده من العلاقات. هو ما ينفعش، مظبوط، بس هم لا التربيه بتاعتهم يعني، لو هو كانوا اولاد ناس ما اعتقدش ان هم هيجوا يدخلوا عليك وياخدوا صورك ويروحوا يشوهوا سمعتك انت عند ناس تانيين. دي ثقافه مجتمع. طب هو في حاجه بتختلف في المجتمعات طبعا. في الوطن العربي النهارده احنا بنتكلم في حاجه مهمه جدا. احنا في عندنا 10 حاجات هنقدر نقولهم حاجتين. اول حاجه الاخلاق. الاخلاق رقم واحد. اتنين حلقتين في بعض، السريه والامانه. احنا عندنا النهارده بنتين بيكلموا بعض واصدقاء. الشات بتاعها بيقول ان هي بتكلمها كصاحبتها وبتقول لها هاي ازيك عامله ايه واخبارك عادي. انت دخلتي على الجروب اللي معايا، فانا معايا 3 صور في الاعداد لازم نشوفهم دلوقتي. الصوره الاولى شاهندة، احنا شايلين الاسم بس انا لازم اقول شاهندة يعني. فاحنا استاذناها. شاهندة دي رئيس التحرير بتاع البرنامج. يا شاهندة يا شاهندة هيعملوا فيك ايه النهارده يا شاهندة؟ شوشو عامله ايه؟ شوفي كده. شفت الجروب بتاع الفيسبوك اللي احنا عاملينه جديد؟ دي الصوره مش دي اللي هي الشات رقم واحد. ايوه دي. فبتقول لها ايه؟ شفت تحفه. طب تعالي بقى الجديد، ادخلي على الجروب الفيسبوك ده بتاع البنات بس، جروب روعه. فحط اللينك. انا عايز اقول لكل المشاهدين دلوقتي ان ده اللينك اللي هو الرابط. يبقى لينك هو رابط، والرابط هو اللينك. فالرابط ده عشان تدخل عليه مباشره على الجروب. فالمهم الصفحه الثانيه بتقول ايه بقى؟ بتقول لها صح. بعد كده صفحه بيضة كتبتهم، هي بتقول لها ايه؟ ظهر لك ايه يا حبيبتي وانا هساعدك، كتبت الايميل والفيسبوك صح الباسورد. يعني انت واحده بتقول لواحده ادخل على الجروب. دي بقى عايزه دي عايزه تهكها صح، اللي هو تدخل تدخل الايميل والباسورد بتاعها. فهي بتقول لها في حاجه غريبه في الجروب. قالت لها بصي دي حصلت دي حمايه بس علشان البنات بس، ومفيش ولد واحد في الجروب. ده حتى في ممثلين وفنانين ومراتات مثلا فلان الفلاني وفلان الفلاني. بتشدها بقى يا باشمهندس. ودول اتنين اصدقاء. فلما دخلت قالت لها ايه؟ عشان تدخلي على الجروب اكتبي الايميل بتاعك والباسورد. خلاص وراح لها. فهنا بقت ايه؟ صفحه بيضاء. بتقول لها انا مش عارفه ايه اللي حصل.
اللي حصل ده صفحه بيضاء. هنا بقى نقدر نقول ايه اللي كان كان واصبحنا في خبر كان وسلمنا على مستوى الامان خلاص. الاكونت بتاعها اتسرق. بس في اكونتات بتتسرق مع انه الواحد بيكون عامل امان يعني وما بيديش باسورد لحد اعملي اي امان تتخيلي. تيجي نجرب معاكي دلوقتي على الهواء في الدور الاوروبيه والمتقدمه في برامج التوك شو ممكن نعمل تجارب فيما بعد. نعمل لايف دلوقتي انت لو امنتي حسابك. تعالي دلوقتي نعمل تجربه على الهواء اخترق حسابك غير سرقه الحساب. ازاي بقى يا باشمهندس وليد ان في ناس انا ببقى مثلا عامله البرايفسي بتاعتي وعامله وبكل شويه اغير الباسورد بتاعتي وفي برامج معينه بتنزل بالذات على اللابتوب بتروح سحبه الباسورد بتاعتي وكمان ما بيجيليش مسج او نوتيفيكيشن ان طيب. حد فتح الباسورد. طيب انا هقول لك احنا هنقول طرق امان او تامين بس تعالوا بقى دلوقتي نوصل لاخر نقطه. فجاه واحده فيكم بتقول الحق يا باشمهندس انا حسابي اتسرق. انا عايزاك انا مستنيه بس مستنيه الحاجه اللي عايز تعملها دلوقتي على الهواء. يعني عايز اعملك حاجه عايز اشوف اشوفي بس الصوره اللي معانا اللي هي لو انا دخلت على الاعدادات ودخلت على مش الجنرال هنا سكيورتي اللي هو الامان مش البرايفسي الخصوصيه الامان ادخل على الخصوصيه الاقي عندي حاجه اسمها تراستد كونتاكتس الجهات او الاسماء الموثوقه اللي انت تثق فيها. ما عنديش حد اختار لا ما عندكش حد يبقى انت هتعمل عليك هاك في يوم من الايام وما تعرفيش ترجعي حسابك. واو انت عامله حسابات موثوقه عندك في الحساب؟ لا ما ينفعش حضرتك فيه؟ احنا ما رحناش عند الحته دي قبل كده اصلا. الحته دي حصريه ما شفناهاش قبل كده. انا عندي فكره معاكسه تماما انه ما نحطش ولا اكونت عشان نامن. لا احنا هنا بقى في التراستد كونتاكتس اللي موجوده على الشاشه دلوقتي دي جهات موثوقه وما تقوليش بقى مامي هي من ضمن الجهات الموثوقه او اختي. الفيسبوك بتقول لك ايه؟ مش معنى ان جهه موثوقه او فيها ثقه ان هي تكون قريبتك او صاحبتك. لا في رابط اجتماعي. الثقه هنا لازم يكون اونلاين بمعنى المكان ده تضيفي ثلاثه او خمسه من الاصدقاء اللي موجود عندك كحد اقصى 5000 صديق ده في الاكونت الفيسبوك. طيب احنا اخترنا ثلاثه منهم مامتي فانا الفيسبوك بيقول لي معلش باشمهندس بس هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني. ماشي. رجعنا من الفاصل وحديث مهم جدا ونرجع تاني مع باشمهندس وليد. عايزين نرجع للصفحه بقى اللي احنا كنا واقفين عندها دي. الوقايه خير من العلاج. اللي هي دي المهمه جدا. مهمه جدا. ما حدش دلوقتي عليه هاك على الصفحه بتاعته الاكونت بتاعه سليم لكن معلومه جديده ان انت تعرف ان في حاجه اسمها جهات موثوقه بتدخل عليها من الامان. وبعد ما تدخل على الامان اختار ثلاثه خمسه كتير عليك شويه خلينا نبدا بثلاثه وده المصرح بيه في فيسبوك. ايوه هي دي تحت خالص هي مكتوب تراستد كونتاكتس الجهات الموثوقه وحاول وانت بتحط هنا ثلاث اصدقاء او قرايبك او غيره انت واثق انهم على طول اونلاين يعني اكبر قدر هم اونلاين. ليه؟ انا لما ادخل على الفيسبوك على الاداره واقول لهم الحقوني الاكونت بتاعي اتسرق يقول لك طب انت مين مش مصدقين. نعمل ايه؟ ازاي بقى تعمل هاك على حسابك او ازاي تعملي هاك على حسابك دي جديده دي من عند الحسابات الموثوقه؟ لا من عندك انت بقى من بره facebook.com/ اللي هي الشرطه المايله واكتب كلمه هاكد HACKED هاكد فبدخل على المنطقه اللي هي بعمل تبليغ لاداره الفيسبوك الحقوني انا اتسرق حسابي. نكتب ايه بس؟ هاكد بعد سلاش هاكد هاك HACK فندخل على المكان اللي فينا نبلغ فيه. فانا بدخل بدل بقى اقول خطوات وكده انا جبت حاجه بقى مختصره خالص. ادخلوا على اداره الفيسبوك على المنطقه دي هيقول لك انت عايز ايه؟ هتقول له انا حسابي اتسرق او انا حسابي اتسرق. اول حاجه يركزوا فيها الجهات الموثوقه. يقول لك ده هو الاسامي اللي احنا حطيناها في الاول اللي احنا اخترناها. خلي بالك ده انت عندك ثلاث جهات موثوقه ابعت لهم الباسورد غير كده مش هقدر ابعت لك الباسورد بتاعك انا مش واثق انت مين. لازم تعمل اجراءات كتيره جدا وتستنى يوم وتروح تبلغ وحكايه طويله. احنا دلوقتي عايزين بقى عملي الكلام ده على الهواء. فلازم يكونوا اونلاين. لازم يكونوا اونلاين. طب ازاي او تتصل بيهم الو يا فلان الو يا فلان خليك اونلاين عشان الفيسبوك يبعت لك رقم. طب ازاي برضو ان انا احط برضو انت بتقولي ما ينفعش ان هو الاقارب اكتر يعني اكتر يبقى اصحاب ما انا برضو مش حابه ان الباسورد دي تروح لحد من اصحابي. هيروح له جزء. لو هيجي لك ست ارقام الباسورد وليكن افتراضا هيروح يعني اثنين لاول واحد. حد فيهم يروح له جزء. فانت الفيسبوك بطريقه ذكيه هيبعت له جزء 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 وانت جمعيهم وحطيهم واعملي رينيو.
طب سؤال هو لا بص انا اقول لك حاجه دلوقتي كده تمام الثلاثه اللي مثلا انا اروح لحد من اصحابي هم واكيد كل الناس دلوقتي سبعه فياخدوا احتياطاتهم يعملوا جروب مع بعض يجمعوا لا لا, لا, لا هي بهزار انه مثلا الثلاثه دول اللي كل واحد هيجيه جزء فهم يحطوا الايد في لا ما انت ما تعرفيش بقى الكلام ده البلاغه هيحصل عندك انت من حسابك وانت اللي هتجمعيهم بطريقه معينه الباسورد هم مش هيعرفوا اه انا وانت لما تعملي اضافه دلوقتي هو مش هيجي لهم نوتيفيكيشن مش هيجي لهم اشعار هو ده اللي عايز اسال عنه فانت حطاهم كزي وديعه كده هل في خطوره اصلا من الحسابات الموثوقه دي انه ممكن حدا منهم اذا عارف انه هو حساب موثوق عندي انه يهاك الحساب لا 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 نهائي مفيش اي لا ده انت بتستندي عليه بس ده للطوارئ يعني هو ملوش للطوارئ. اي اثر حلوه الفكره دي ولا لا طيب يعني جميل حلو. ايه تاني يعني هي دلوقتي الفكره لو حد الباسورد بتاعه راح خلاص يقدر يرجعه بالطريقه دي انه يفضلوا ثلاثه او اربعه اونلاين ثلاثه اقل حاجه ونقول ثلاثه ثلاثه لان اربعه وخمسه اصعب شويه هو اهم حاجه ثلاثه بس يكونوا هم على طول يعني اونلاين اغلبها اونلاين او تعرفي تجيبيهم على طول يعني انت مثلا ايه انا بقول على موضوع مامي دي ممكن تكون نايمه تيجي مثلا بنتها تقول لها يا مامي الحقيقه افتحي الفيسبوك يا بنتي فيسبوك ايه واللي انت بتعملي ايه ماما احنا الباسورد هدي لك مسج مثلا دلوقتي من الفيسبوك برقم مالين الرقم مش تفهم الكلام ده وليكن لا احنا نختار ماما اللي هي واخده بالها يا ماما انا هيحصل كذا 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 انا بامن نفسي دي طريقه فانا براجع بس المعلومه ان انا بكتب هاكد بعد سلاش اللي هي دوت كوم وببلغ فيسبوك وبلغ ودوس انتر حلو كده هيدخل عندنا صوره اسمها تم اكتشاف بلاغ فانا اقول دي طريقه انا شفت مره حاجه كده موضوع التليفونات ده انا بصراحه صرت اخاف من موضوع التليفونات يعني انا حتى كنت بقول لاصحابي نزلت على الفيس ونزلت موضوع اللي هو موضوعك انت شفته مره فبقول لهم اي حد يفكر يهديني تليفون مش هقبله يعني لو لا يعني انا بروح لو انا عايزه تليفون بروح انا اشتريه بنفسي ليه ان الموضوع صار مخيف حتى التليفونات بتكوني انت يجيلك تليفون هديه التليفون يحصل عليه تجسس وسيله الشريحه بس من غير اي حاجه خالص ويسمعك ويشوفك حتى هو كل حاجه انا استغربت انا لما شفت ذهلت يعني تخيل انا اكون في البيت وتليفونه بتكلم هو يكون شايفني وسامعني وعارف كل انا بعمل ايه على الهواء في رولز على الهواء في قوانين شغالين عليها احنا بنجيب بس المشكله وحلها ايه ما نقولش الطريقه كويس كده لكن في فعلا طريقه للتجسس بس التليفونات دي يعني في كامل الدول العربيه والاجنبيه على مستوى العالم الكلام ده على مستوى العالم دي طريقه عالميه والكود اللي احنا قلناه مره الكود ده عالمي ان بيعمل ايه كشف للفيروس او المصيده الباتش اللي موجوده في قلب الجهاز بس انت الباسورد اللي قلته مره هو اللي هو ايه شباك 2013 نجمه اوكي الكود ده انا لو طلبته على الموبايل في اي ده بس هنا في مصر ده بس لا لا دولي ولا دولي ده كل دولي العالم يعني اي بلد يحط اي بلد في العالم بيسمعنا دلوقتي يجرب الكود ده هيظهر له ابلكيشن كده لو ظهر ابلكيشن ده مخفي الكود ده الوحيد اللي يقدر يطلعه اللي بيناديه ايوه بيطلع الابلكيشن موجود على الجهاز يعني الابلكيشن فيها تجسس طب بتبقى موجوده على الجهاز لكن هيدن محدش هيدن احنا شايفينها تمام مهما تقلبي في التليفون ما تعرفش تطلعي الا بالكود ده وده كان حصري واول مره يحصل الكلام ده في الموبايل الصيني غير معتمد حصل انفكشن مثلا عدوا بطريقه معينه حد مسك تليفونك مثلا ده بالنسبه للتليفونات اللي مصري ده تليفونات السمارت فون اللي بنبداها بالاندرويد والاي او اس وكل الموديلات يعني مع ايفون يقول لي ايه ده عروش تجسس لا بيحصل طب قول لنا كود تاني كده معلش يا باشمهندس نعيده تاني للناس ونقوله شباك 20 13 نجمه اعمل اتصال هيقول لي حاجتين لو دخل خدمه عملاء يبقى كده مفيش مشكله لو طلع لي ابلكيشن او برنامج يبقى معناه ان في فيروس يعني لو عمل كولينج اصل انا جربته لو عمل كولينج انا كده اوكي كده امان اوكي كده كويس لكن لو هو لقاني بقى طلع لي حاجه تانية على الموبايل ابلكيشن او حاجه اعرف ان انا كده في خطر كده كويس طيب بنرجع للحسابات لو حدا منتحل شخصيتي او شخصيه اي حدا شو اعمل يعني اكونت تاني منتحل شخصيتي كيف اتصرف فيسبوك تويتر اصلا المفروض دلوقتي اليومين دول بعد ما ظهر بقى الابتزاز و الى اخره كل بنت وكل واحد دلوقتي على السوشيال ميديا يعمل سيرش على اسمه كل فتره ظهر لك اسمك انا بعمل كده ما هو المفروض كده تدخل على الاكونت على الحساب وفي فوق ثلاث نقط فوق بعضها كده زي السيتنجز اعدادات جنب الصور اسمها ريبورت تحتها ريبورت انت بتعمل تقرير انا الحالات دي بتجيلي منها كتير تبليغ بتبلغ مين بقى اداره الفيسبوك اول مره انت تبلغ مفيش حد تقني او متخصص يعمل الكلام ده فانت دلوقتي هتعملي ايه تقولي له دي صورتي وده اسمي ودي بياناتي الشخصيه فانت بتبلغيها لاداره الفيسبوك الى حد ما امان مش حد تاني اللي بيعرف الكلام ده فانت بتدي له كل تفاصيل الاكونت بتاعك ورقمك وغيره ويشترط في تامين الاكونتس او الحسابات للمشاهير والاعلاميين وزي حضراتكم موبايل ان يصور صوره البطاقه ويعمل زوم على الصوره الشخصيه بتاعت البطاقه 4:6 بلاش صوره البطاقه دي يا باشمهندس والنبي وصوره جواز السفر او الباسبور ويمسك الباسبور كده الباسبور كده ويصور نفسه سيلفي
بصوا بقى الطرق الباقي الحصريه دي سيلفي كده، تاخدي الثلاث حاجات دول تبعتيهم لاداره الفيسبوك يعرف ان انت فلان الفلانيه. يمنع بقى كل الاكونتس او الحسابات المزيفه على الفيسبوك. اثنين، استني دورك لما يتم توثيق الحساب فيريفايد عشان في ناس صافين على الدور. بس هو المشكله اصلا شركه الفيسبوك شركات ثانيه، مع طبعا هي شركه مهمه ودخلت بحياتنا، بس هي اصلا بتتجسس على العالم، او مش تجسس يعني، ممكن بيستفيدوا من بيانات او معلومات معينه. كلام الفيسبوك مع الاداره من جهات معنيه امنيه استخباراتيه يقول لك احنا بنستفيد بالمعلومات دي بعد ما حضرتك وحضرتك بتوافقوا على الشروط ان هو في العمل يعني التجاري. بمعنى هي الصفحه اللي بنبقى اكسبتد ليها في الاخر دي، واحنا بنعمل اكونت بتاع الفيسبوك اللي هو الصفحات. لا انت عندك دلوقتي صفحتك عاديه، تعالي تدخلي دلوقتي وانت فاتحه الفيسبوك على اي موقع تاني شوبينج مثلا، اللي انت بتشتريه الفيسبوك يجيبه لك تاني يوم اعلانات، فهو بيعرف بيعمل ايه. مش ده سؤال، انت لما تدخلي على الفيسبوك على الول نفسه على فبتشوفي انت حاجه لتشوز، حاجه للملابس، حاجه اكسسوارز، الكلام ده عارف منين؟ انا بحب الكلام ده، هو بيشوف. ايوه صح، بيجي لي لينكات بنفس الحاجه اللي انا عملتها. اوكي، فهو ده منتهى اختراق الخصوصيه. بمعنى وانت فاتحه الابلكيشن وفاتحه الموقع بتاع الفيسبوك او موقع تاني، في عندك منطقه اسمها الكوكيز او ملفات مؤقته بيتم تخزين فيها كل زياراتك على النت، هو بيسحبها عنده كل يوم، ياخد الكلام ده ويحلله ويبعته للشركات. مين عايز يشتري؟ مفيش اي خصوصيه، مفيش اي خصوصيه. احنا سوري معانا تليفون. ولاء من الجيزه. ولاء اهلا، مساء الخير. داليا، سوري يا داليا، شو اخبارك؟ الحمد لله. عاملين انتوا ايه؟ مشتاقين لك. تمام الحمد لله. تفضلي، عندك سؤال؟ مهندس حياه. تفضلي معك. لو انا عندي في الابلكيشن في الموبايل مثلا انا عامله اوريدي باسورد، فهو لو مثلا وقع مني او حد اخده في ابلكيشن معينه، ممكن حد يفتح الموبايل حتى انا عامله باسورد في الفوتوز والحاجات اللي عندي البرايفسي كلها؟ تمام، ده سؤال. وممكن اسال الشيف حاجه؟ اتفضلي يا ست الكل. معلش يا شيف، انا كنت اسالك سؤال، انا مش قوي في المطبخ، بس كنت عايز اعرف البنجر لو هسلقه هيتسلق ازاي؟ معلش مش عارفه اسلقه. داليا مجمعه الاسئله بتاعتها. ازاي تحب المطبخ؟ مره واحده مش عارفه اسلق البنجر ازاي. داليا عايزه تكسبي الاتصال بتاعك في فقرتين معانا. ماشي، هو هيرد عليك الشيف كمان شوي. شو رايكم نرد على السؤال الاول؟ اتفضل. تمام، احنا عندنا دلوقتي حاجه مهمه جدا في الاجهزه، حاجه اسمها انظمه التشغيل. لو معاكي موبايل بدون ما نقول البراند بتاعه عشان الاعلانات، نظام التشغيل اندرويد، ده شق. التليفونات الثانيه بنظام اي او اس. الاي او اس دي شركه بتامن نفسها كويس جدا عن طريق حاجه اسمها الاي كلاود، بتعمل حساب مهما يكون هيجيبه، يعني هيجيبه الا بطرق تانية، فمش هينفع نتكلم فيها. صح مظبوط، لكن حتى لو الارقام راحوا من التليفون او اي حاجه بيرجعوا. تمام. ثقافه بقى الناس اللي معاها الاندرويد لازم تعرف ان الموبايل ممكن اعمل له حاجه اسمها هارد ريسيت. هارد ريسيت يعني ايه؟ يعني التليفون لو عليه باسورد او في مشكله، انا كصاحبه التليفون او صاحب التليفون، انا بطفي التليفون خالص وبضغط على الهوم، الزرار اللي هو القايمه، واضغط على الفوليوم اب اللي بيعلي الصوت مع الباور 5 ثواني، واشيل ايدي 5 ثواني مع الباور، وافضل مثبت ايدي على الفوليوم اب اللي بيعلي الصوت مع الهوم، فبيجيب لي شاشه قبل ما يدخل على نظام التشغيل. طب ايه ده؟ معناه ايه؟ ان انا امسح الباسورد اللي عندي. اذا اللي بياخد التليفون وبيسرقه او اللي بيلاقي التليفون. انا اول مره اعرف الموضوع ده. طبعا انت عارف، انا هقول لك حاجه حصلت معايا انا شخصيا. انا مره كمان وديت تليفوني في حاجه، في يعني حاجه بسيطه، وانا في باسورد وكل حاجه يعني، بس هيشوف في الحاجه في الميموري حاجه كده، فبقول له عايزه الحاجات دي، فانا هو ما يعرفش يعني، ما يعرفش يدخل على الفيس بتاعي ولا يعرف يدخل على ولا حاجه. تمام ماشي. بكتشف بعدين من حد تاني بيجي يقول لي انتبهي، ده دخلك على كل حاجه وبيجاوب ومش عارف ايه وكذا، فتجننت انا. فهو كان موضوع التليفون وقتها مش قادره افتحه، صح؟ فهو فتحه، فلما جيت انا سالته قلت له انت فتحت التليفون؟ قال لي لا مش قادره افتحه. عرفت بعدين ان هو فتحه. ايوه، فصار موضوع التليفون تليفوني بايده، هو يقدر يفتحه ولا لا؟ مظبوط. في النهايه انا اضطريت اخد التليفون منه واديه لواحد تاني، قال لي مش هقدر افتحه، والتاني عارف يفتحه. المشكله بقى في، شوفوا بقى الخطوره بقى، فتحت ملف كامل انت. سبت الشريحه في التليفون في اليوم ده؟ سبت الشريحه، السيم كارد؟ كل حاجه. كل حاجه. خطوره وجود السيم كارد ان هو ممكن ياكس على الرقم بتاعك ويعمل ريسيت للباسورد بتاع الفيسبوك، ويجي له رساله على السيم كارد الشريحه. اثنين، الايميل اللي انت حاطاه مثلا دلوقتي في الجيميل هو ممكن يكون الاساسي اللي ممكن يعمل استعاده ضبط اي اعدادات اي اشتراك ليك على الانترنت. بمعنى
اشتركتي في حط الفيزا بتاعتك في موقع معين وانت اشتريتي حاجه في يوم من الايام، يعمل ريسيت للباسورد عن طريق الجيميل، فانت تخفي الكلام ده كله. لازم يكون في برامج تشفير للموضوع. انا عايز اقول معلومه مهمه استحضرتني دلوقتي بسبب السؤال ده. نفس فكره الشيف مثلا معانا المغازي، شيف عالمي يعني. يعني هو دلوقتي ممكن سامعنا ومن غير ما يعرف ايه المكونات اللي بيحطها، وممكن يبقى شايف المتصل عمال يقطع ويعمل ويسوي، دي برمجه لغويه عصبيه خلاص. هو متبرمج على كده لانه وصل للخبره، بقى خبير يقطع ويعمل ياخد بقى المقادير بتاعته. ما ينفعش على الهواء اقول دلوقتي وصفه سحريه ايه هو البرنامج اللي يحمي كل التليفونات، ما ينفعش. زي مقادير الطبخ كده، كل شيف عن شيف يفرق بالتيست بتاعه. فنفس القصه عندنا في امن المعلومات، لان انا شق مهم وحساس معقد كتير. ان انت نظامك ايه، انت مين، شغاله ايه، بتعملي ايه، كل المعطيات دي اديكي بقى روشته بتاعتك. فانا هقول بقى دلوقتي معلومه بسيطه جدا على مستوى العالم، واخطر حاجه ممكن الناس تتخيلها وتحفظها زي اسمها بالظبط. الناس اللي ماسكه اللابتوب، وانتوا كمان في البيت جربوا الكلام ده، افتحي الويندوز، هنشتغل على الناس اللي معاها الويندوز، واضغط على الويندو مع الار، هيفتح لي بوكس كده صندوق مربع فيه خانه فاضيه، اكتب سي ام دي. الخانه دي انا اقول للكمبيوتر اوردر ويرد عليا سي ام دي، يبقى اول حاجه ادوس على ويندو ار هيطلع لي مربع، اكتب سي ام دي هيطلع لي شاشه سوداء. الشاشه السوداء دي ايه؟ الدوس. والدوس ده الاب الشرعي للويندوز، ده اساس كل حاجه. فانا بقول للدوس حاجه اسمها نت ستيت، ان اي تي ان اي تي ستيت اس تي اي تي، ودوس انتر. يعني انت ولا ممكن حد يقدر يلعب معاك، يلعب مع ولا معاك انت، ولا ممكن حد يفكر ياخد تليفونك ولا يفتح الفيسبوك بتاعك ولا يدخل واتساب. لا، ياخد التليفون يمسكه بايده يتكهرب، ده هو مش يتكهرب ده لو فكر ياخد تليفونك تجيه غيبوبه في نفس اللحظه. انا بس كمان لو انت استعنت بصديق اكيد، والشيف برضه المغازي العالمي لو استعنت بصديق نفس عم وليد. اتفضل، انا بحبك بس في هاشتاج حابب عايزين نوضح للساده المشاهدين بعد اذنك. طبعا بخبرتك العظيمه، بعد اذنك استاذ سليمان، اهلا بخبرتك العظيمه، هل في فرق بين ثقافتنا للنت والفيسبوك بين المواطن العربي أيوة. والغربي؟ حاضر، هرد عليك عشان جدا. حاضر، هرد. بس سريعا بس يا باشمهندس عشان تمام. فانا بعد ما اكتب كلمه ستيت ودوس انتر بيفتح لي بورتات المنافذ اللي هي مفتوحه في الكمبيوتر بتاعي. فاحنا خلينا يعني واقعيين، نعمل ريستارت للكمبيوتر وما نفتحش اي حاجه خالص، ونعمل الاوردر ده نت ستيت. لو فتح لي اكتر من ثلاثه او خمسه يبقى معناه في بورتات مفتوحه، زي الحرامي اللي يجي يكشف على الشقه يقول لك على فكره الشباك ده ما فيهوش مثلا حديد، يبقى ينفع حد يقدر يدخل. خلي بالك السقف ده مفتوح، ممكن حد يرمي لك فيه منه مثلا ازازه مولوتوف او نار. ما دي اسمها ثغرات امنيه. حلو، فهمنا الفكره؟ طيب انا فده اوردر مهم جدا. بنشكرك باشمهندس وليد، ومعلوماتك قيمه جدا ومهمه جدا، واكيد هتكون معنا في فقرات ثانيه. وفي هاشتاج انت عامله تكنو النص الحلو. لا، النص الحلو تكنو، النص الحلو تكنو. الهاشتاج ده ان شاء الله كل الناس تلاقي كل معلوماتنا وبرامجنا وكل حاجه انت عايزينها. بنشكر الباشمهندس وليد، وبنطلع فاصل صغير وبنرجع مع خبيره التجميل والموضه الجميله بتاعتنا شيرين دعبس. مستنيين تليفوناتكم ومستنيين ارائكم ومتطلباتكم واقتراحاتكم بعد الفاصل.